رجعنا لكم مكملين معكم الجزء الاخير من حلقتنا اليوم ورجعنا لكم بيسير. نرجعوا السيزون هذه كيما العاده مع البارتنير نتاعنا يسير اكسبريس اللي ديما يودكم بلي بون بلان واللي برومو اللي ما توفاش. والمره هذه يسير اكسبريس يقدم لكم ان ايفينمون كارنفال فيست اللي يخليكم تتمتعوا بلي برومو ويوصلوا حتى 50%. من كان انت اللي تتفرج فينا توا موجوده في تونس الكبرى سوسة صفاقس مستير المهدية بنزرت نابل وحمامات والا جربة عندكم رونديفو سور لابليكاسيون دو ياسير اكسبريس وما تتفلتش بالبروموات كل يوم حتى 17 نوفمبر وزيد فما كل ديما كل يوم فما دي غانيون وبرشا برشا كادوات من عند ياسير اكسبريس. هبطوها لابليكاسيون على الاندرويد والا على الابل ستور دونك الناس الكل تنجم تيليشارجي لابليكاسيون دو ياسير ياسير اكسبريس. انا خليني نمشي بحدا شيف شيف عنا الفينيش الور يا شيف هاي طاولتنا محلاها مزينه اكيد بيسكو انت عملت فيها برشا حاجات عندك خفيفه شوف ديجا طويت الدولمه عملت البيسكويت شيخت الحركه شوي ماله مازالي باش برشا كمل سمي شنو عملنا لا هذه صعيبه علي الماموريه هذه يلا باهي الوغ اليوم عملنا دولمه دولمه في ورق الخس هو قلت لك فما برشا انواع نتاع دولمه كل واحد كيفاش يقدها هذه هي اليوم عملتها في ورق الخس هي بالشوربه وردة اسمت شربة نص سمطان معناها تبدأ لدينتي حطيت فوقها جبونة مرياح وقوطة مرياح حطيت نتقى فرماج متاع مرياح وحطيت ريقوطة خلطتها حطيت فيها تن البدر اللي بزيت زيتونة هذا كل خلطته بشوية معدنوس وكسبر وشوية بصل مذبل وعبيتهم في ورق الخس حطيت فوقهم طماطم كونكاسي سيكام اللي بثوم استعملت في الترتيبه نتاعي الزيت نتاع التن اللي هو زيت زيتونه ديجا طاب في كوشه سخنتها 180 درجه غطيتها بالقدا وطيبتها اللي توفي وطابت في ربع ساعه ما اكثرش من ربع ساعه اكسبريس معها هي عملت سلطه اليوم سلطه نتاعي سلطه بسباس الطريقه سهله قصيت البسباس طول نبدا نقص البسباس ونقطر عليه في القارص باش ما يحمرش بعد فوحته حطيت له زيت تن الموجة اللي بزيت زيتونه حطيت له شويه كزبر شويه معدنوس حطيت فيه جبن مرياح اللي بالفومي هذا كل خلطته حطيت له عصره اخرى قارص شويه ملح فلكحل سلطتنا حضرت توا وقت السلطه الخضراء ديما مع ماكلتنا يلزمنا سلايت وحاجات خضر فوالا معاهم هما بالطبيعه لازم الحلو نتاعي ديما النظام تاعو سمارت شيف اي ورده يمشيو مع بعضهم ديما فارينا سبيسيال جاتو اي مكونات سمارت شيف ما يبعدوش على الترتيب نتاعي عملت لي نافيت هذوما مارسييز مشهوره بهم مارسي دايوغ فيهم كالعاده صافي الذوق فيهم الكريمه كريم باتيسيير اللي بالزهر فيهم سكر اللي بالزهر وفيهم بيكربونات وخميره معناها فيهم زوز خمير هذوما الكل خلطتهم بشويه ماء نتاع زهر وحطيت لهم فارينا سبيسيال جاتو ورده مطعم الزهر ديجا مطعم الزهر ناطق فيهم بالقدا ذكرني بالبسكوت نتاع الصغرى هذايا فيهم شويه زيت ما فيهمش عظم ما فيهمش زبده ما فيهم حتى شيء من لي ماتيغ غراس هذوك حطيت لهم وهشوش حطيتهم طابوا في كوشه سخنتها 180 درجه جست طاب وسطهم طابوا مقاحهم تغزروا البسكوي نتاعنا كيفاش منفجوا مزيان هما عيطوا لهم نافيت على خاطرهم كيما الفلايك كيما النافي فوالا هذاك الفورمه نتاعهم كيما الفلايك ومشهوره بهم مخسي انا نقول لكم ان شاء الله عجبتكم دبرتنا اليوم والى اللقاء ونشكر مزودينا في المنتوج المزيان وثقتهم فينا ميرسي بوكو يعطيك صحه شيف ما شكرتنيش انا اللي عاونتك راهو يا شيف انا راه تلقاني ديما في الاعانه راهو ميرسي بوكو عليك شيف تحيه يعطيك الصحه ميرسي بوكو طبعا المزودين اولا واخيرا احنا نكونوا هكا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم ان شاء الله نكونوا اعطيناكم المعلومه اعطيناكم الافاده والنصيحه سورتو انا نحب نعمل غوميرسيمون سبيسيال لابيمون شكون لبسني اليوم الاوتفيت المزيانه هذايا لبست من عند ميس ليلي باي لاميس تلقاو البوتيك موجوده في المنزه 5 ادخلوا باج فيسبوك ميس ليلي باي لاميس تلقاو بالحق فما مش كتالوج هو فما
اسورتيمون كبيره وكوليكسيون كبيره نتاع الاذواق الكل تلقاوها موجوده على لوغ باج فيسبوك اي بيانتو لوغ باج انستغرام. ريميرسيمون كبير كيف كيف لفلور دو ليس بور لا ميزون بوتي. فلور دو ليس تلقاوها موجوده في اللاك دو، موجوده في المنزه، وطبعا موجوده في المرسى. احنا نكون هكا وصلنا نهايه حلقتنا اليوم، مشاهده طيبه لبقيه برامج قناه التاسعه، ملتقانا بكم غدوه، باي باي الناس الكل. وردة سرنا المحبة. ديما لمحبتكم ساعين. التوانسه كيف يحكيوا على ماكله بنينه يقولوا طايبه سله سله، وتن البدر حضرناه سله سله، محضر بطريقه تقليديه، مرقد في احسن زيت زيتونه غني بالاوميغا 3. تن البدر صحه ونكهه وبنه. عرفت شي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ سيير مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيير تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. مالا زورونا في لي دو بوان دو فونت نتاعنا في المنزه 1 والحمامات. ظلت الاحباب والجارة على الخير تلمينا، غمزة وضحكة ودبارة على عزاز علينا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشق. أنا عندي يا مدام الطماطم هي سيكام. نادى ربه نداء
فيا. من حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا، عهد وفاة كانوا باب الجنة تحل قدامي. ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا ما كديرين. بسم الله والله أكبر. نور المكان كامل نور. باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر من الدنيا. بدا نغزو وفعلا صحيح. يقول يا ربي إن شاء الله في العودة. خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين. برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم. الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا. وكيب مختصة على ذمتكم. وهديتنا ليكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برقاوي غيدو بيطار.